أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري موافقة مجلس الوزراء على منح 4 رخص ذهبية جديدة. الله، هو كان في رخص ذهبية حصلت قبل كده يا يوسف؟ ده يدوب كانوا لسه بيعلنوا عنها من كام شهر، يعني فاتوا في منتصف سنة 2022، يعني كل حاجة. يا فندم، ده تم منح 9 رخص ذهبية قبل كده، وادي 4 جداد، يبقى الإجمالي 13 رخصة ذهبية لمشروعات خلال الفترة الماضية. طب هو يعني إيه بس حكاية الرخصة الذهبية دي؟ عايز تقول إيه من ورا القصة دي يا يوسف؟ أقول لك حاجة لطيفة خالص. اللي خد الرخصة الذهبية لما تيجي ترجع لمحددات الرخصة هتجد أن كلها لازم تبقى مشروعات في إطار معين، في قطاعات محددة، بأحجام كبيرة ضخمة أو عملاقة إذا صح التعبير. طيب هو لما تيجي ناس تقول إحنا عايزين نقدم لهذه الرخصة، ده معناه إيه؟ ما هو ده معناه إنه هناك ثقة حقيقية في قدرة الاقتصاد المصري على إنه مش بس يستوعب هذه المشروعات، إنه يوجد هناك مستقبل ذهبي برضو على حس الرخصة الذهبية لهذه المشروعات، لهذه الاستثمارات تحديدا. فال13 كيان اللي جم خدوا الرخصة الذهبية بيقولوا ويبصموا وينظرون بابتسامة ساخرة لكل من فقد ثقته في الاقتصاد المصري داخلا أو خارجا إنه ظنك غلط. دي تصورات خائبة يا جماعة. طيب تعالى ناخد معانا بقى في هذا الموضوع تحديدا كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا 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 يا أستاذ أكرم. أهلا بيك. أهلا يا يوسف، مساء الخير. مساء الفل عليك. طمنا كده على موضوع الرخص الذهبية يا أستاذ أكرم وفهمني أكتر. هو طبعا الرخص الذهبية احنا عارفين انه ده نوع من عندنا اجراءات لتعجيل الرخص بالنسبة للاستثمارات والشباك الواحد والسرعة دي. الرخصة الذهبية بتخلص كل الاجراءات بما فيها تراخيص الارض والمرافق وكل حاجة في خطوات سريعة. وهذه الرخصة اظن رئيس الوزراء قال انه في 20 او 30 حد خدهم، وكان الرئيس وجه بانه كل اللي يتقدم بهم خلال ال3 شهور يحصل عليه. عظيم. فدي معناها انه اختصار للوقت وللاجراءات بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت اعتقد انه الرئيس بنفسه بيقف وراء هذا الامر والحكومه، واظن المحافظين كمان والمحافظات هياخدوا نفس الخط ده ونامل ان هم يتحركوا بنفس الطريقه، بحيث انه النهارده الازمه العالميه والاقتصاد كله لا بديل الا الانتاج، التصدير، العمل، المشروعات الصغيره، المشروعات المتوسطه. واظن انه كلنا عارفين انه في تفاصيل كثيره جدا، ويمكن هذه الاجراءات اهميتها انها تحفظ على هذه التفاصيل. اذا كان في اجراءات، اذا كان في تعطيل، اذا كان في اكثر من جهه. النهارده بقت الرخصه الذهبيه دي بتمثل كيو ار كود وبتمثل مع كل الجهات ممثله فيها، وبالتالي يبقى ال 20 مشوار او ال 30 مشوار او الشهور اللي كان بيستغرقها بتنتهي في يوم او ايام. فدي في حد ذاتها دي غاية الأهمية، لأنها نأمل إن هي تعمم بشكل كبير. وأظن الحكومة النهارده بتنفذ تعليمات الرئيس في هذا الأمر بشكل واضح وبتتحرك في هذا الأمر. الرخصة معناها، الرخصة الذهبية معناها كافة التفاصيل يتم اختصارها في شباك واحد أو مكان واحد. وده بالمناسبة موضوع مطروح منذ عقود، تنفيذه بهذا الشكل أعتقد إنه في خطوة مهمة. والرئيس دايما بيتكلم على القطاع الخاص، واحنا النهارده القطاع الخاص او مبادرات زي ابدا او مبادرات زي المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، كل دي فرص مهمه جدا. اعتقد انه اصبح في ادراك من المجتمع ومن الدوله ومن الحكومه بانه هذا هو الحل الوحيد لاننا نضاعف الانتاج ونضاعف التصدير. والنهارده وصلنا لرقم تصدير معقول جدا نظن سيتضاعف خلال الفتره اللي جايه. كل ده نتاج ايه؟ نتاج انه في تسريع للاجراءات، لان النهارده التصدير بيدي عوائد، بيقلل عمره صعبه، بيحل، بيوفر فرص عمل. الرخصه الذهبيه دي معناها فرص عمل، معناها صناعه، معناها حركه دوران عجله بشكل كبير، مع تاكيد على انه ده ادراكه من قبل موضوع حرب روسيا اوكرانيا، لكن تاكد الان انه كل دوله بتتخذ سياقاتها واتجاهاتها بشكل عام. واظن انه على مدى الفترات اللي فاتت كان الرئيس في جوله في الهند، في اوراسيا، في
اذربيجان وارمينيا وغيره، كان في كلام لفرص موجوده منطقه اقتصاديه في قناه السويس، كل ده يستلزم انه يبقى في تعجيل في الاجراءات وسرعه وانهاء لفكره البيروقراطيه، ويبقى شبابيك واحده ويبقى رسوم واحده ويبقى امور محدده، ما فيش حاجه تحت الترابيزه. كل دي يعني اعتقد خطوات مهمه جدا لانه كل حد يشتغل بشكل واضح، ومجلس الوزراء فاتح الباب لانه لو في حد عنده شكاوى، عنده استفسارات، عنده استفهامات، تبقى مطروحه، فده في حد ذاته هيبقى مهم. طيب هنا برضو يا استاذ اكرم، يعني ممكن يجي في بالي انه الرخص الذهبيه ومنحها طبقا للكتيب اللي صادر من هيئه الاستثمار وحتى موجود اونلاين، يعني وانا كنت قريته مؤخرا او قريت اجزاء منه مؤخرا، نوعيات القطاعات الاقتصاديه اللي بتخول لصاحبها ان يحصل على او تمكن صاحبها من الحصول على الرخصه الذهبيه وحجم هذه المشروعات، ده يعكس حجم موثوقية ومصداقية أكبر للاقتصاد المصري وللإجراءات الاقتصادية المصرية؟ بالتأكيد، لأنه القطاعات اللي مطروحة أولاً هي القطاعات الإنتاجية، القطاعات اللي ليها إنتاج محلي بديل لمستورد، هيبقى في تطبيق لقواعد الجودة وغيره، هيوفر فرص عمل بديلاً عن ده. الصناعة المصرية أو أي مشروع في مصر عنده ثلاث فوائد مزدوجة، يعني مش فايدة واحدة. فايدة انه بيوفر فرص عمل، فايدة انه بيعمل عوائد، انه بيقدم منتج محلي، تفضيل للمنتج المحلي تبع لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وبالتالي فيبقى هذا التفضيل بناء على الجودة. فاحنا بنتكلم على صناعات، على بنتكلم على حاجات احنا متفوقين فيها زي النسيج، زي بعض قطع الغيار، زي صناعات الادوية، زي صناعات جلود، زي كل دي اعتقد ان احنا عندنا قاعدة انتاجية منها، الصناعات الغذائيه، اعتقد كل ده مهم، تعبئه وتغلفه وتغليف للتصدير، كل دي قطاعات اظن مفتوحه ومتاحه ومتناسبه مع خرائط. النهارده بقى في محاوله لرسم خريطه استثماريه، لان كل محافظه لها مميزات سكانيه ومميزات اقتصاديه، ربما بعضها الصناعات غير الملوثه، صناعات الالبان، صناعات مرتبطه بالمنتج اللي موجود، او صناعات مرتبطه بخامات معينه زي الجلود، ومع شبكة المواصلات اللي موجودة أصبح قدرة التوصل أدوات الإنتاج والمواد الخام مهمة. فأعتقد أنه ده دي فرص كلها للقطاع الخاص مهمة، وكل الدولة المصرية بتقدم ده بشكل واضح. طيب ده بما ان احنا بنتكلم على مساله الوضعيه الاقتصاديه المصريه وعلاقتها بالاقتصاد العالمي، انا كنت حتى امبارح كنت بقول انه من وقت ما الرئيس تحدث في احتفالات عيد الشرطه من داخل اكاديميه الشرطه تحديدا، واتكلم على ازاي وشرح بمنتهى البساطه والسهوله واليسر يعني علاقه الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي، وانه الازمه تعم على الجميع، وانه لا داعي للخوف على الاطلاق لانه الدوله بصدد خلق حلول بالفعل. من وقتها واعلام الاخوان واشباهه والمتحالفين معاه بيحاولوا يروجوا للعكس بمنتهى الضراوه والكثافه، وانه لا والعالم زي الفل. حلو. طيب النهارده رئيس المجلس الاحتياطي للفدرالي الامريكي عامل مؤتمر صحفي بيتكلم فيه بمنتهى الجلاء والوضوح على تباطؤ غير مسبوق في الاقتصاد الامريكي. ده صحيح طبعا. طيب مش بس كده، يعني لو احنا لو لنا نظره على العالم كله النهارده، الموضوع كله على فكره اولا انكار ازمه، ده مش موجود، ان احنا بس اللي موجودين او ان المشروعات كانت السبب او ده كل ده كلام اي حد باصص لخريطه العالم عارف انه ده مش صحيح. في ازمه عالميه كبيره جدا زي ما انت اشرت، النهارده في مؤتمر دلوقتي لو حد بيتابعه حالا بيجي على فكره الـ البنك الفدرالي والفايده، ولو انت شفت انعكاسات ده في بنوك كثيره جدا عربيه واوروبيه رفعت الفايده او غيرتها، فكره التباطؤ وفكره التضخم اللي موجود والاسعار، كل هذه الحلول الحقيقه هي حلول مطروحه بشكل كبير لتخطي هذه الازمه. الهدف الرئيسي، الحل الاساسي حتى تتوقف هذه الحرب اللي هي فتره عدم اليقين اللي حاصله في العالم بوصف الرئيس الفرنسي، كل دول العالم بتعاني النهارده، بريطانيا بتعيد النظر في موضوع البريكزيت والخروج، وهل كنا غلطانين ولا صحيح. لا، وهل كورونا كانت السبب ولا لا، البنك الفدرالي وارتفاعات الاسعار المختلفه، فبالتالي كل ده
يشير لنفس الفكره بالظبط، انه ما حدش يقدر ينكر الازمه، مش عاوزين تهوين ولا تهويل، عاوزين نتعامل بواقعيه لا بديل الا الانتاج والمنتج المحلي وغيره. كل دي يعني قضايا اعتقد اي حد بيتابع عارف ده. صحيح. انا بشكرك جدا 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 استاذ اكرم القصاص، كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير اليوم السابع.